التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام مع عشاق الأصالة والتحدي على أرضية هذا الميدان في هذا اليوم مع الكبار وسن الكبار. تواصلنا في استمرارية جميلة بعد انتهاء الجولة الأولى في هذا الصباح. بدينا في الجولة الثانية بالأصايل المحليات في خامس الأشواط، الذلل التي تتنافس على شرف الفوز والناموس في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. انطلق خامس الأشواط، انطلقت الذلل المحليات، انطلقت الشعارات العملاقة والنجومية الكبيرة، انطلقنا مع المراكز الأولى. نتعرف على المركز الأول ونسير مع المقدمة. لزام تأتي بالمركز الأول، وسالم أو ثاني بن علي بن حميد الرزي الشامسي يتقدم مع المركز الأول ومع لزام اللي على مقدمة الشوط. تليها في المركز الثاني الواعي مسري بن سالم بالعرطي الحميري يتقدم مع الواعية، بينما المركز الثالث رونق تاتي في المركز الثالث. رونق حمد بن راشد بن غدير يقدم رونق على هذا الاندفاع، بينما المركز الرابع غاية تاتي في المركز الرابع. علي بن عتيج بن خفية يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس شعارك يا الخطير، هذه مشاهدي الاعزاء حذاري احمد بن سلطان بن رشيد ياتي السويدي على المركز الخامس والمركز السادس. تاتينا مشاهدي الاعزاء النصيبه وسالم بن حمد بن دري الفلاحي يتقدم مع النصيبه، وياتي الحميري على المركز السابع. زعفران سعيد بن عبيد الحميري على سابع المراكز. المركز الثامن ياتي الشاعر مع راهية سعيد بن حمد بن مصرح الحبابي، والمركز التاسع شعارك يا بالصوب على ظهري شوق محمد بن خميس بالصوب الكتبي، والمركز العاشر. هذه مشاهدي الاعزاء هذه تاتينا ريتا سعيد بن منانة بن غدير يقدم ريتا في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق على المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى. المتقدمة مع هذا الشوط ومع هذا الاندفاع مع هذا الانطلاق المحليات الأصايل وخامس أشواطي صباحي هذا اليوم يحمل الأسماء ويحمل الشعارات. 8 كيلومترات مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان في انطلاقات هذا الصباح في تحديات العشر المراكز الأولى. المتقدمة في هذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. نعود مرة ثانية بعد النداء للعشر ونتابع الأصايل المحليات، نتابع تبادل المراكز، نتابع الانطلاقات الجميلة. نروح إلى المركز الأول في هذا المسار وهذا اللقاء. من البداية لا زالت لزامة على مقدمة الشوط، وثاني بن علي بن حميد، ثاني بن علي بن حميد الرزي الشامسي وأهالي مشرف. أهالي مشرف يبون السلام يا الرزي، أهالي مشرف يتابعون وينطلقون مع الرزي مع مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني، ثاني المراكز تتواجد في رونق على المركز الثاني. الواثق حمد بن راشد بن غدير يقدم رونق مشاهد
مشاهدينا متابعينا الكرام على المركز الثاني المركز الثالث، وهذه النصيبة ما شاء الله بشكلها الجميل بأداها الأجمل وشعارها ياتي سالم بن دري الفلاحي يتقدم مع هذه الانطلاقات مع النصيبة على المركز الثالث. المركز الرابع الحميري يتقدم في مع زعفران سعيد بن عبيد الحميري يقدم زعفرانه على رابع المراكز. مسري بن سالم بالعرطي يتواجد كذلك على المركز الخامس ويقدم الواعية بن مصرح الشاعر يقدم راهية كذلك في هذا الشوط. يا سلام شوط يحمل الكثير والكثير في تحدياته، وبالصوب يتواجد كذلك ليقدم لنا شوق محمد بن خميس بالصوب الاكتبي واهل الرفادة يتابعون ويتقدمون. وهذه تتواجد مشاهدين اعزاء اريتا ريتا منصور بن سعيد بن منانة يقدم ريتا في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق الجميل والرائع. شواهين عبد الله بن سيف بن عبد الله الاكتبي في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان. تأتينا الطيارة حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق الجميل والرائع. في هذا الاندفاع ناخذ المركز التاسع وتاسع المراكز في هذا الاندفاع. تتواجد في نوايا في المركز التاسع سلطان بن علي بالخصم الاكتبي وعاشر المراكز. يا مرحبا بالوسمية هذه كذلك معشوقة الجماهير، وهذه من أسست قاعدة لجماهيرها وجماهيرية جميلة. هناك في هذه الانطلاقات الوسمية راشد بن سعيد بن سيل بن دليوي في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق بإنجازاتها وتحدياتها بانطلاقاتها ورموزها بسيوفها وآمالها، وتستعد كذلك في هذا الموسم وفي هذه الأيام. شكرا دكتور الأصايل كذلك في المتابعة مع الوسمية. هكذا العشر المراكز، نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى هذه الانطلاقات وهذه الأسماء وهذه الأيام. هكذا نتكلم بالعبارات، هكذا نعطي حماس للملاك وللمضمرين لاستعدادهم لهذه الأيام ولهذه الانطلاقات. نعود إلى راهية، إلى الشاعر بن مصرح، إلى أبو هادي اللي كذلك يقدم في الأصايل، يقدم اجتهاد كبير ورائع ويقدم إنجازات كذلك مع هذه الانطلاقة ومع الأصايل والأصالة. الشاعر سعيد بن مصلح الأحبابي وبن دري سالم كذلك يتقدم من الجانب الآخر ويقدم مشاهدي العزاء النصيبة، ومن الجانب الآخر عندك يا الواثق ورونق الواثق وبالصوب وشوق مع بالصوب تقدمت وانطلقت إلى مقدمة الشوط، قادت مسار الشوط شوق محمد بن خميس بالصوب. ناخذ المركز الخامس، نتقدم مع شواهين عبد الله بن سيف بن عبد الله الاكتبي يتقدم على خامس المراكز في هذا الاندفاع. وشوف الحميري، بدأ بحرق أوراق الحميري، بدأ يحرك في هذه الانطلاقات. زعفرانه سعيد بن عبيد الحميري يتقدم مشاهدينا الأعزاء، وتأتي مشاهدينا متابعينا الكرام
ريتا تاتينا، ياتي بن منان، سعيد بن منان، منصور بن سعيد بن منان يقدم ريتا في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. الوسمية الوسمية تتحرك الوسمية، راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي، وهناك من الجانب الآخر الطيارة حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري، وشوف العاشرة شعار الواثغ، وهذه تقدمت أداء 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 أداء، حمد بن راشد بن غدير يقدم أداء لتقدم الأداء الأفضل في هذه الانطلاقات والتحديات. ولكن عودتنا إلى أهل الرفادة، عودتنا إلى أهل الرفادة مع أبو الصوب، مع أبو الصوب على مقدمة الشوط على المركز الأول. هذه مشاهدي الاعزاء شوق على مقدمه الشوط، ولكن شواهين عبد الله بن سيف بن عبد الله الاكتبي ايضا لها منافسات، لها انجازات كذلك بهذا الاندفاع بهذا الانطلاق، ولكن لا زالت شوق بالصوب. ولكن الله 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 يا سلاله الدرع، الله يا سلاله الدرع، هذه تتقدم شواهين عبد الله بن سيف بن عبد الله الكتبي مع سلالة الدرع، سلالة شاهينية عريقة وجميلة سكاي دايف كذلك في المحمية اللي قدمت في هذه الانطلاقات، وهذه شواهين اللي قلت لكم انجازاتها كذلك عديدة وانطلاقاتها جميلة. تهانينا عبد الله بن سيف بن عبد الله الكتبي على هذا الفوز والناموس والانطلاق الجميل. المركز الثاني شوق محمد بن خميس بالصوب، المركز الثالث رونق الواثق حمد بن راشد بن غدير، الرابعة أداء حمد بن راشد بن غدير، الخامسة الوسمية لراشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام الخمس المراكز الأولى، وهكذا عودتنا مع مخرجنا المبدع في شاشة دبي ريسنج في هذا الانطلاق. للتوقيت الزمني نعود معك يا عبد الله وادي، ونعود مع شواهين في هذا الاندفاع والانطلاق. 12 دقيقة 45 ثانية، 8 أجزاء من الثانية مشاهدينا متابعينا الكرام، وهذه شواهين عبد الله بن سيف بن عبد الله الكتبي. تهانينا المركز الثاني 12 دقيقة 49 بالوفاء والتمام. تهانينا محمد بن خميس بالصوب الكتبي، المركز الثالث 12 دقيقة و50 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، حلت رونق حمد بن راشد بن غدير. هكذا تهانينا للجميع.